السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش نحكوا عن التحضيرات تاع قدام العيد. التحضيرات بالنسبة للناس وتزوف، تخرج الرجالة وتروطي قدام الحشام فم، وجيران كلها تتلم وكلها تنظف، وكاين حتى اللي بنتر كيما نقولوا هنا بنتر حوش. وتحضيرات، وثاني يبدو كما نقولوا هنا نبدو ينظفوا في الديار الداخل. بكري كانت ما كانش الكراج وما كانش كانت الحشال العربية، زردوا نبدا البنوة زردة في الحوش الداخل. روح وثاني يزيدوا يطيبوا الأكلة المفضلة عند السوافة كل، واللي ما يستغناش عنها الفقير والغني، اللي هي الفول، أكلة زوالي، معناها لحم زوالي. غير ناس كل هذا لحم زوالي. بكري كان معناها نقولوا الإنسان لاباس بيه هكا شوي وكذا، يدير الفول ومعاه شوي تاي وكعبات كاوكاو، واما الانسان اللي نقولوا الحاله جهد روحها شوي كاوكاو وشوي تاي وخلاص. وبالنسبه لتو تبدلت، طورت الحداثه وعاد القاطو والقزوز والقاطو بانواعه بكل انواعه والمكسرات بانواعها، وتبدلت الخير وتبدلت الدنيا. وهذه بكري وتو لازمها باش تتبدل، مش باش تقعد كيف بكري.